بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم في موضوع روحي وعقيدي أو لاهوتي في نفس الوقت. في بدعة ماشية غريبة شوي، أتمنى ما تكونوش سمعتوا بيها وياريت ما تسمعوش، لكن أعرفوا الرد. البدعة بتقول إن ما فيش حاجة اسمها حساب، بدعة. ساعات البدع دي يا جماعة بتطلع من رغبات الناس، يعني ايه؟ واحد يكون متغاظ من الفكرة فيلغيها، لكن يا ترى دي ليها اساس؟ لا ملهاش اساس، ويقول لك ربنا رحمته واسعة وهيقبل الكل في الاخر. طبعا دي بدعة وليها اشكال كتير قوي. والغريب ان بينما الشر بيزيد في العالم بشدة، لو لاحظتوا الشر عمال بيزيد وتقنين الشر بيزيد، تقنينه يعني الكذب شطارة، الغش مش عارف حكمة، والسرقة بقت برضو ليها مسميات وهكذا، والزنا الشر يزيد، يقوم الشيطان يقول ايه؟ وكمان مفيش حساب، فيبيع الفكرة للناس يمشوا ورا. تعالوا نعيش مع يا ترى العهد الجديد، لان هم يقول لك العهد القديم يمكن يكون في حساب ودينونه، العهد الجديد لا. اي حد يقول لك عهد قديم وعهد جديد اعرف انه ملخبط. ليه؟ ان كل الكتاب بيقول حاجه واحده في الاخر، كل الكتاب موحى به من الله ونافع، وربنا هو هو. فاي حد يقول لك ده كان عهد قديم، لا ده هو مش فاهم، وربنا ما بيتغيرش. ممكن تقول لي ذبايح العهد القديم استبدلت بذبيحة المسيح، طيب ده تطور او استبدال، لكن هو المسيح قال لا تقتل رجع قال اقتل، او لا تزني رجع قال ازني. لا طبعا ده بيضيف عشان الناس تتقدم روحيا. تعالوا نناقش قضية هل هناك حقا حساب. البدعة دي ساعات نسميها بدعة اللا دينونة، ودي مرتبطة ببدعة أخرى اسمها اللا شر. اللا شر يعني إيه؟ جماعة الأجانب عندهم كلمة كده في لسانهم بقالهم كام سنة، حقيقة في الأول كنت فاكرها كلمة لطيفة وبعدين طلعت مش لطيفة. يقول لك good for you. good for you يعني إيه؟ حلو ليك، يعني أي حد يعمل أي حاجة good for you. طب بتشرب وتسكر good for you، بدل انت مبسوط. خلي بالكوا على قد ما كلمة تبدو بريئة مجاملة، يعني ايه اللي يريحك اعمله، هي معناها كده حلو ليك. هو الحقيقة لا، الحلو حلو والوحش وحش ليك ولغيرك، لان ربنا هو اللي حاطط المعايير والمقاييس مش البني ادم. مينفعش تقول لي دي good for you وتكون بتعمل حاجة غلط. لا it's not good، ده مش حاجة كويس ليك ولا لغيرك. دي ما بتلغيش الحرية، ما كل واحد حر يعمل اللي هو عاوزه، لكن عملية الجود فور يو دي بتحكمها بدعة. أنا مش عاوز ألخبطكم كتير، بس الكلام في الحاجات دي طويل. حاجة اسمها الريلاتيفيزم، يعني كل شيء نسبي، بمعنى مفيش مرجعية للأخلاق. الأخلاق دي كل واحد بمزاجه، مفيش صح وغلط، صح والغلط ده اختيارات شخصية. إذا كنت أنت شايف إن ده كويس اعمله. طب ما هو الإنجيل قال مش كويس، لا سيبك من الإنجيل بقى. طب ربنا، لا ما هو ربنا ده تركن. طب ما هو مؤذي، لا مؤذي ده موضوع نسبي، لا لا good for you. خلي بالكم التوجه ماشي إزاي. فموضوع النسبية دي خلت إن بعض الناس ما تيجي تستخدم كلمة evil شر يبصلك من فوق لتحت كده، كأنه وفي حاجة اسمها كده، كأن الكلمة نفسها كلمة شر دي كلمة، دي معتقدات متخلفة. موضوع ده مفيش شر، في ناس بتفكر كده خلي بالكم، مش بقول دول ملايين ماشيين في الكلام ده. يغذيها بدعة تاني، كل البدع على فكرة عشان الشيطان اللي بيطلعها من خلال ناس بقى شكلها كويس على فكرة وبيبدو ان هم مسيحيين احيانا، يعني فكرة الايمان فقط. ما هو الايمان فقط دي معناها ايه؟ صدق ربنا لكن اعمل اللي انت عاوزه، او صدق ان المسيح فداك اغلط براحتك، او
مفيش حاجة اسمها الأعمال ليها دور في الموضوع. في الآخر أنت مسيحي مؤمن يبقى أنت داخل السماء حتف وخلاص، واللي بتعمله مهما كان مش غلط عشان أنت مؤمن. إيه ده بقى؟ يعني واحد يسرق ويقول أنا كنت مؤمن بالمسيح يبقى صح؟ اكمنه كده؟ دخلنا فيه لخبطة حتى في المفاهيم الطبيعية. يجي معاها بقى ايه؟ فكرة الغاء العدل الالهي. تلاقي بعض الناس يتحاشوا تماما كلمة العدل، يقول لك دي تهين الله، ربنا ده اب، تكلمش عن اب عادل. اب يعني حنين حبيبي، بس هو ربنا اللي قال انه اب حنين قوي وعادل قوي، فانت لو شلت منه العدل ما يبقاش حنين، ما هو يبقى في طرف مظلوم في الموضوع. او كلمة القصاص، العقاب بكل درجاته بكل اشكاله. في ناس ضد المبدا ده خالص، كان ربنا لا يعاقب. ودي تلاحظوا انها كانت احد موضوعات سفر الحكمه، بيلح كتير قوي ان ربنا بيعاقب. سفر الحكمه كله عمال يقول كده، ده واحد من الاصفار بس. انا بس بعرض الفكره يا احبائي ان في ناس طالعه بهذا الاتجاه، لان هو بطبيعته في جيل طالع لنا مش عاوز حاجه تحكمه، مش عاوز قواعد تقول له غلط وصح، عاوز يبقى حر حرية مطلقة. وده كلام الحقيقة له عاقل وله حكيم وله إنساني، لأن الحرية المطلقة دي معناها أنك أنت كائن مطلق، وأنت مش مطلق، أنت محدود. إذن حريتك محدودة، يعني في الفلسفة يقولوا كده، كل كائن محدود له مساحة من الحرية محدودة. خلينا ما نتفلسفش. أقول لكم بقى حاجة تاني دخل علينا برضو، حطوها قدام عينيكم. الحل النفسي بدل التوبة. أنا عارف بعضكم هيزعل المحاضرة دي ويقول أبونا بيتفلسف، بس أنا بقول من واقع إحساسي بالمسؤولية وخوفي على ناس كتير. الإنجيل كله بيقول كلمتين أساسيين، صدقوا وتوبوا. دي تدخلك على المعمودية وتدخلك على التناول وتدخلك على القداسة. طول ما انت بتنمو في الايمان وتنمو في التوبه، انت عمال تتملي بالروح القدس وداخل على السماء. النهارده العالم بيحاول يوجد بدائل للكلمتين دول. الايمان يبقى نظري، اركنه على جنب، ونفكر في علم النفس باقتراحاته كبديل للتوبه. اديكم امثله. ساعات بينفسنوا الكتاب، يعني تلاقي الانجيل كله بيتقري كانه كتاب علم نفس، ويدرس الإنجيل في تحليلات شخصية واقتراحات نفسية، والحكاية قلبت. إنجيل ده ربنا جالنا بيحبنا فدانا، قال لنا دي سكة السماء نمشي عليها وخلاص، ودي فيه خطية والخطية حلها التوبة، تاخد وصدها رحمة وتغيير من ربنا. مواضيع مش صعبة، وده موجود في آيات وفي أمثال وفي حكايات وفي كل حاجة. كمان قبول الخطايا على أنها اضطراب نفسي، دي بقت ظاهرة موجودة بالذات مع زيادة الكونسلينج والكوتشينج. مع احترامي للعلم، العلم مفيد، لكن لو ما كانش الإنجيل فوقيه احنا هنلخبط الدنيا. أصبح فلان ده بيغلط وفي غلط كبير، بس ما بتتقالش كلمة خطية هنا، بيتقال انه ده ضعف نفس، ده اضطراب نفس، ده نوع من القلق. لا يا حبيبي، هو اللي يؤذي واحد تقول لي معلش اصله دي نفسيته تعبان، بس بيأذي، اسمها خطيه برضو ايا كانت الاسباب. فاحنا مش بنلغي ان احنا ندرس الاسباب وايه اللي وصله لكده، لكن حاسب. انا تصورت في مره ان حادثه قايين وهابيل اللي في الكتاب لو حصلت النهارده هيطلع قايين براء، هيطلعوه براء. ليه؟ قايين اصله كان نفسيته مرهقه وكان عنده ضغط عصبي، و ايه احنا مالنا بك؟ قايين قتل اخوه وما تابش هلك، الكتاب بيقول كده. لكن انت هتبرر كل خطيه على انها متاعب نفسيه. النهارده في تبرير للسكر وتبرير للزنا وتبرير لاخطاء كتيره قوي، تلاقوه بتتصاغ صياغه يعني تغش الضمير، لان في الاخر ضمنيا انت مش بتطلب من الشخص يتوب، انت بتعذره. المسيح اكتر واحد بيعذر على فكره، ربنا اطيب مننا كلنا، بس ربنا بيقول لنا ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. ربنا اطيب من اي انسان،
لكن هو شايف مفيش حل غير كده. إن لم تتوبوا مفيش بديل، مفيش بديل للكلمة دي. هديكم مثل من الأمثلة لأن أنا جاي من بره برضو، الحقيقة تعبني الفترة اللي فاتت موضوع ال LGBTQ أو المثلية، وما زلت تاني بقول ولادنا اللي متحاربين بالفكرة دي دول أغلى عيالنا، وإحنا المسؤولين عن اللي حصل لهم، وكلهم قلبهم حلو لكن وقعوا في خطية أو في حرب. كلنا بنتحارب وكلنا بنغلط. طيب إحنا في الحرب بنقول إيه؟ نمسك في ربنا. في الخطية بنقول إيه؟ نتوب. نعرفش غير الكلمتين دول. النهاردة العالم تقريبا قننا بره ان ده مش خطيه باي شكل، وممنوع تقول الكلمه دي، وان ده اهم واحسن من الطبيعي ويحترم اكتر من الطبيعي. العالم يقول زي ما يقول، هم حرين حتى في القوانين. بعض الناس شويه اقل يقول لك ده اضطراب يستحق الشفقه. ايوه حبيبي، حتى لو انت اشفقت عليه الشفقه دي، كلنا محتاجين شفقه عشان نتوب. بس برضو ده ما يلغيش انك ايه ما توافقش واحد على غلطه. لو وافقته على غلطه هيستمر، هتقنن خطأه، يبقى لغيت التوبة، لغيت السماء. مش معنى انك تحبه تقول له انت صح. عارفين الاب اللي يربي عياله كل اللي يعملوه عيالي صح؟ تفتكروا عياله يطلعوا شكلهم ايه؟ هيضيعوا. ما كانش الاب يجي في لحظة يقول لا ده غلط ويشد شوية، يبقى كده هيأذوا روحهم. يبقى مش معنى الحب والاحترام انك تلغي فكرة الصح والغلط. الصح والغلط مش انا ولا انت ولا هو، ربنا اللي خلقنا وعمل سيستم الحياة هو اللي يقول غلط وصح، هو اللي يحدد ما هو الخطأ، هو صاحب قواعد الحياة. طبعا الكلام ده مش هيقبله غير المؤمنين بربنا، وياريت حتى المؤمنين يقبلوه. عندنا آيات كتيرة تؤكد أن دي خطية، لكن هل الآيات اللي تؤكد أنها خطية بتحتقر الإنسان؟ لا، ده محب الخطاء اسمه كده، ما جئت لأدعو أبرارا بل إيه؟ بل خطاء، وأنا أول الخطاء زي بولس. يعني إيه؟ أنا أوحش منهم، ما عنديش مشكلة أقول كده لأن بولس قال أنا أوحش الخطاء، ضميره قال له كده. إذن مش معنى ان احنا قلنا عليه خطيه ان فيها ادنى نوع من عدم الاحترام او الازدراء بانسان، لكن مش هنوصل لبدعه ان ده مش شر، لا شر، ولا هنوصل لبدعه انه يبقى ربنا هيفوت مش هيحاسب على الكلام ده، لا. ان لم تتوبوا هلاك، دينونه. فاحنا كنيسه مش هتغير صوتها، مش هتغير رسالتها مهما كان الموضوع صعب عليها والتيار عنيف جدا، لكن في الاخر رسالة الكنيسة حتى لو كلنا استشهدنا ليه، لان ما نقدرش نغير كلام المسيح. يقول ام لستم تعلمون الظالمين لا يرثون ملكوت الله، لا تضلوا، لا زنا ولا عبدة اوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور، وحط لستة طويلة قوي تؤكد لا دي خطايا تضيع السم. في روميا واحد قاعد يحكي عن الخطية دي بالتفصيل، في تثنية بيكلم في الشريعة من العهد القديم ان ده ممنوع وجود الخطية دي في شعب الله وتعامل كخطية سيئة، لا يكون مأبونون. مأبونون دي كلمة تعم اكتر من خلل جنسي او انحراف جنسي. في ملوك الاول يقول لك كان ايضا مأبونون في الارض فعلوا حسب كل ارجاس الامم الذين طردهم الرب. بسبب هذه الأمور قال بولس يأتي غضب الله. إذن أرجوك أحبائي، لأن في ناس بتتعاطف بدون حكم. أنا أب وحنين على أولادي وبحبهم وبخاف عليهم، لكن ما ينفعش أقول لهم أنتوا صح وارضيهم النهاردة واسيبهم يروحوا للهلاك برجليهم. لا، والظاهرة دي بتزيد لأن العالم بيغذيها بفظاعة، فأولادنا وأطفالنا ابتدوا يبقوا ضحايا. أظنكم عارفين إن في مؤامرة عالمية لتحويل الجيل الجديد كله إلى هذا الاتجاه. مؤامرة عالمية مشتركين فيها يعني سياسيين واقتصاديين، وحاجة صعبة جدا.
فالشيطان مركز، وضحاياها هم أولادنا أطفالنا وشبابنا اللي طالعين، وطبعا بيشربوا الطعم لأنه الشعرات شكلها حلو. أنت حر، دي حياتك، أنت تختار نفسك، محدش يقولك، محدش يحكمك، وربنا لو بيحبك ما يفرضش عليك، عارفين بقى الكلام ده. فطبعا يطلع ربنا وحش لو قال أنا غلطان. هو أنا لما أقولك أنت غلطان أبقى وحش؟ لو أنا بشتغل ديان بس ومش بساعدك يبقى أنا وحش. لكن لو أنا، لو رب المجد جه مات عشانك عشان ما تنتهيش النهاية الوحشة، يبقى مش بيكرهك. لا، ده يعمل أي حاجة عشان ينقذك، يبقى تمشي وراه تسمع كلامه. الخطية الفعلية هي قرار بشري حر. دي قاعدة كده لاهوتية يا جماعة، قاعدة لاهوتية. يعني احنا كلنا عارفين حواء وآدم غلطوا. ممكن واحد يقول الحية هي السبب. عمركم سمعتوا في شرح قصة السقوط ان آدم وحواء أبرياء؟ مفيش واحد أرثوذكسي أصيل هيطلع آدم وحواء أبرياء. طب كان في إغراء؟ كان في إغراء، اتضحك على حواء. أيوة اتضحك على حواء، لكن آدم اتعاقب بسبب الخطية، حواء خدت عقاب بسبب الخطية، البشرية دخل فيها الفساد والموت بسبب الخطية. طب والحياة؟ الحياة حسابها عسير وفي جهنم في الآخر. لكن ما ينفعش يطلع الإنسان بريء. ما ينفعش واحد يقول الظروف دفعتني أعمل كده. أيوة الظروف دفعتك، أنت مش بتكذب، معك حق. طب القرار النهائي؟ لا، ده قرارك الشخصي، كان في حرية. كمان هقول لك لو في ضغط عليك وتزقيت، مش في قرار تراجع؟ مش أنت لسه عايش وتقدر تاخد قرار وترجع في اللي عملته اللي هو اسمه التوبة؟ طب خلاص، مش هنبص ورا ونقول لك عملت كده ليه. لكن خطر عليك تقول انا كده صح؟ لا، قول انا غلط ويلا نرجع. نرجع بقى تكلفنا مجهود شوية، نتعب شوية، نقاوم نفسية، نتحدى شوية ميول. ايوة، ما هو الجهاد مكلف. مش انت بتجهد عشان ما تسرحش في الصلاة؟ سرحان في الصلاة خطية، لازم له ايه؟ لازم له جهاد. لما واحد يقاوم بعض الرغبات داخليا اسمها جهاد. طب ومين؟ ولا انت مش عاوز تتعب؟ طب هتدخل السماء ازاي؟ مش في طريق توبة؟ مش في طريق جهاد؟ يلا. طب لو وقعت في السكة، ان سقطت اقوم، مش نهاية المطاف. الصديق يسقط ويقوم 7 مرات. حتى لو وقعت، حتى لو وقعت والخطية صعبة، معلش صعبة دي بالنسبة لربنا، قادر ويشيل ويعالج اي حد، يبقى ما فيش يأس. لكن اخطر ما في الامر ان احنا نقول ما فيش خطية. لا، نقول في خطية ونجاهد لاخر العمر ندخل السماء حتى لو غلطنا 1,000,000 مرة. لكن نلغي فكرة ان دي خطية ايا كان نوع الخطية، ونقنن ونحلل لنفسنا وضع معين على انه عادي. هنا تيجي الآية اللي كررها المسيح، والمسيح مش بيغير في كلامه: إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. إذن الخطية الفعلية هي قرار إنساني حر. ربنا ما خلاش فرعون يغلط، لا ما تفهموهاش غلط. ربنا بعت 1,000,000 مرسال لفرعون وفرعون مش بيستجيب، كونه سابه في عنده. لا يلام الله، لا يلام الله على شر البشر، لا حاجة. ما لسه بيطلع شمسه على الأبرار والأشرار. شو اللي قال كده؟ كيف نلوم الله على شر الإنسان؟ لا، مهما كانت الضغوط نفسية أو اجتماعية، لأن في شباب احنا بنقابلهم ولاد زي الفل، اتبرمج غلط، اتضغط عليه في اتجاه مش مظبوط، تعرض أيا كان لخبرات سيئة، أيا كانت الأسباب، لازم أقول له المسيح بيحبك والسماء مستنياك والفرصة لسه معاك، وانا وانت يلا نتوب. انا بتوب عن خطايا وانت تتوب عن خطايا، ويمكن تبقى احسن مني عند المسيح والموضوع بسيط. لكن ما ينفعش اقول له انت كده تمام، good for you. no، دي اللي مش ممكن تتقال. فاهمين المعنى؟ no. لان لو قلت كده انا بغش الناس، وفي ضغط على كنايس العالم لا تتخيله بره مصر عشان الكنائس تقول الجملة دي اللي هي ايه؟ good for you. يا
يعني اللي يحب يعمل كده يعمل كده. والكنائس النهارده، كنائس القبطيه بالذات، داخله على مرحله اضطهاد في العالم. ليه؟ لانها مش هتتنازل عن المسيح، مش هتتنازل عن تعليم الكتاب. والاضطهاد اللي عدى على بلادنا بشده هيبتدي يدخل على البلاد دي بشده. في ناس بتترفد من اشغالها، وفي طلبه في المدارس بيتهانوا دلوقتي لمجرد الموضوع ده يتفتح. لو قال الانجيل بتاعي اللي انا بؤمن بيه، مش بفرضه على حد، بيقول ان ده غلط، خد عندك بقى، دخل في اضطهاد مر. اذا احنا احبائي دخلنا في بدعه خلاص. وفي كنائس باعت الارض، مش كنائس قبطيه، لكن في طوائف وكنائس. اوكي، جود فور يو، يعني احنا مش عاوزين نتعب خلاص، اللي تقولوه موافقين عليه، معاكم معاكم. تعبير الكتاب لما يقول سيجازي كل واحد حسب اعمله، يجازي يعني في جزاء، والجزاء يمين وشمال. انت كشخص مدير في شغلك بتكافئ وبتجازي، بمعنى ده جاله جزاء وده جاله مكافأة. اذا احنا كلنا كبشر متعودين على سيستم الجزاء وفاهمينه وقابلينه، محدش فينا لا في امتحاناته ولا طفولته ولا شغله ما جربش يعني ايه تكافئ او تجازى. والشخص الصريح مع ضميره لما يجتهد يتوقع المكافأة، والصريح مع ضميره لما يتدلع يتوقع الجزاء. اذا حتى ضميريا انسانيا، عقيدة الحساب او الدينونة او الجزاء في الاخر هي حاجة ماشية مع الضمير الإنساني، مش حاجة غريبة ولا عجيبة ولا قضية مش معقولة. يعني لما يقول غضب الله، على فكرة برضو في ناس بتشكك خالص في قضية الغضب الإلهي، لدرجة بعض الناس بيعتبروا كلمة غلط في الإنجيل. لا، مفيش كلام غلط في الإنجيل، ده وحي مقدس. غضب الله معلن من السماء. طب إزاي ربنا يغضب ويكون بيحب الإنسان؟ بذمتك أنت كأب بتحب عيالك، عمرك ما غضبت عليهم؟ طب ما تفهمها بالطريقه دي، يبقى من حبك فيهم بتغضب على الغلط عشان تصلح. هي دي تطلعك اب وحش، تطلعك اب عاقل. يبقى فيش تعارض خالص بين كده، بين غضب وحب، لان الغضب معناه رفض للغلط، دي طبيعه الله يرفض الخطا. موضوع الحساب والجزاء والحكم دي كلمات كتابية، مش كلمات احنا مثلا كمعلمين حطناها عشان نخوفكم. النهاردة اللي يتكلم، انا عارف المحاضرة دي هتطلعني على الميديا، يعني هتشرك، انا متعود على كده دلوقتي. انت بتشوه صورة ربنا، بتطلع ربنا قاسي قاعد يحاكم الناس. انا ما بطلعش حاجة، انا بقول الانجيل بيقول ايه، وانا يعني في رأيي يعني استمتع بحب ربنا وشايفه اب ما فيش زيه، لكن ما اقدرش انكر اللي قاله المسيح واللي اعلنه الكتاب. مثلا يقول في متى 12، كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا. يبقى في حاجة اسمها حساب. هودي الاية دي فين؟ هتتحاسب على كل كلمة. طب في حل؟ احنا كلمنا كلام كتير غلط. ايوة، الحل سهل، هتتوب هيتشال كل الكلام البطال من حسابك. يا بختك، حل جميل جدا، كمل توبة بقى، طلع من حساباتك كل الكلام البطال وبطل تتكلم كلام بطل، يبقى في حل. يبقى الحكاية ما تخوفش ولا حاجة، بس ملهاش حل من غير توبة، ملهاش علاج غير التوبة. مثلا لما يقول الحكم بلا رحمة، كلمة حكم دي يقصد ربنا، يعني الله سيحكم بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة. ده كلام صريح جدا، مش كده؟ عهد جديد كمان. إذا في حاجة اسمها الحكم الإلهي، يبقى الناس اللي افترت وما رحمتش الناس هتتحاكم بلا رحمة، لأنه هو قال طوبى للرحماء يرحمون، وقال ليس رحمة لمن لم يعمل رحمة. إذا في قوانين إلهية، في اتفاقات، ربنا اتفق معانا، اللي مش هيعمل رحمة ما ينتظرش الرحمة. طب انت اله رحيم، انا اله رحيم وعادل، وليس رحمه لمن لم يعمل رحمه، ده ديل، ده اتفاق، ده قانون. عجبك مش عجبك هيمشي في الاخر. لو ما صدقتش يبقى انت مش هتتوب بس هتضيع، لو صدقت هتتوب يبقى هتطلع من الحكم ده.
في الموعظة على الجبل، بصوا كام كلمة قانونية هنا، بتوع القانون يفهموا اللغة دي. كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب. مستوجب دي كلمة قانونية، يعني إيه؟ العملة دي عقوبتها كذا، فهمتوا الفكرة؟ فكلمة مستوجب زي إيه؟ المخالفة دي بكذا، والغلطة دي حكمها كذا، مش كده؟ فدي لغة قانونية اللي بيستخدمها رب المجد يسوع. من قال لأخيه رقى، يعني تهزأ أخوه أو سخر منه، يكون مستوجب المجمع، يتعمل له مجمع عشان يتشال من العضوية الكنسية أو من شركة المؤمنين. من قال يا أحمق، أحمق دي شتيمة، يعني اللي بيشتم، يكون مستوجب نار جهنم. مين اللي بيقول؟ ربنا يسوع، الديان، القاضي، الحاكم، الأب المثالي اللي مات عشان ما نوصلش للحكم ده، اللي دفع ثمن خطايانا عشان يقفل في وشنا نار جهنم. بس مش هتتقفل طول ما انت بتشتم، مش هتتقفل، لازم تتوب، وإلا كل اللي عمله المسيح والحب اللي قدمه مش هيوصل لك. ليه؟ عشانك، لأن في حاجة اسمها حكم بنار جهنم للشتامين. يبقى احنا كمان محتاجين توبة. أنا مش بتكلم في قضية المثلية بس، لا طبعا، كل اللي بيشتم لازم يبقى خايف، عنده خوف مقدس من الدينونة. تلاقوها مثلا في جامعة 12، برجع لسليمان الحكيم لأنه كان شايف ده من الأول، والعهد القديم قاله والعهد الجديد عاده. الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي، إن كان خيرا أو شرا. عملت خير، كل ده مرصود في السماء. عملت شر، ما تبتش عنه، مرصود في السماء. فيفضل لنا رجاء التوبة، التوبة والعمل الصالح مبنية على الإيمان وعلى الكنيسة. لكن من غير توبة وأعمال صالحة يبقى في حساب طبعا. يقول بصوا مثلا في رومية 14، لماذا تدين أخاك أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ دي مهمة، دي للي بيحتقروا حد. إياك تحتقر أي إنسان بيغلط أيا كانت خطيته. ليه؟ لأننا جميعا بدون استثناء زيك زي أي واحد بيغلط أيا كان نوع الخطأ، سوف نقف أمام كرسي المسيح. والكرسي هنا بصوا judgment seat، لو قريتها بالإنجليش تعرف أن كرسي هنا كرسي قضاء. سوف نقف أمام كرسي المسيح، يعني كله هيتسأل. مش معنى أن أنا أسيس مش هتسأل، لا، سؤالي وسؤالي عسير، لازم أخاف ولازم أتوب ولازم أدقق في حياتي ولازم أجاهد، ولو وقعت مش هفقد الأمل لأن رحمته واسعة. طيب، يبقى الموضوع مش غامق، لا، موضوع مبشر ومشجع جدا. بس ما ينفعش يمشي من غير توبة وجهاد، وما ينفعش أقنن خطأ وبرره وضميري يتخدر. دي أخطر حيلة، دي بدعة مؤذية جدا. أنا ببسطها زي مريض عنده يعني سرطان منتشر يقول لك أنا سليم، أنا صحتي بومب. على فكرة ليك علاج، وعلاج شافي ومش هتموت. لا لا أنا كويس خلاص، يبقى ملوش حل. بينما لو قال أنا مريض وحالتي خطر ومحتاج علاج، العلاج موجود وفي الشفاء كامل. من كلام المسيح نفسه في يوحنا 5 يقول يخرج الذين فعلوا الصالحات ده يوم القيامة إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات. يبقى القرار كله مرتبط بإيه؟ فعلوا وعملوا، يبقى الأعمال هتحكم في الآخر، يبقى في حساب. نتاج حياتك كله أنت أعمالك في أنهي اتجاه، مبنية على إيمانك بالمسيح طبعا، لأنك لو عملت كل البر أنت عبد بطال، ولو عملت كل الشر وتوبت زي اللص اللي منها تدخل السماء. لكن ما تلغيش فكرة ان في حساب، لان دي تلخبط الدنيا كلها. يقول في تسالونيك الثانية اذ هو عادل عند الله، ما بنلغيش الحساب، العدل يستوجب الحساب. الذين يضايقونكم يجازيهم، يعني في جزاء في الاخر، هيدفعوا ثمن الظلم اللي عاشوا فيه. وإياكم الذين تتضايقون، جماعة اللي تعبوا وتزلوا في الدنيا من أجل المسيح بشكل من الأشكال،
من أجل إيمانهم، من أجل جهادهم، من أجل تعففهم، من أجل صبرهم، كل دول اللي اتضايقوا دول يكافئوا براحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء. يبقى في جزاء يمين وجزاء شمال. يقول في بطرس: الذين سوف يعطون حسابا، هذه كلمة حساب جاية هنا، للذي على استعداد أن يدين الأحياء والأموات. يعني مش معنى أن شخص مات اتقفل حسابه، لا، اللي مات ده حسابه مفتوح، لأنه في يوم القيامة هيطلع. الحاجة اللي ما تابش عليها مش هتضيعه، لكن لو كان مقضيها توبة مهما كان ضعفه هيدخل السماء ويسبقنا كلنا، لأنه مركز في التوبة وبيصرخ يا رب ارحمني، بينادي على ربنا يسوع مخلصي، أنا محتاج الخلاص. يبقى في رجاء. قديس بطرس حطها بطريقة تانية، قال: إن كنتم تدعون أبا، يقصد إيه؟ بدال بتقولوا أبانا الذي، بتقولوا على ربنا أبوكم، وكل الكنيسة بتقول أبانا الذي، صح غلط؟ لا صح، بنقول عليه بابا. بابا يبقى يجي في صف. أيوة هيجي في صفك، بس خلي بالك أبوك طبيعته إيه بقى؟ الذي يحكم، أبوك هو نفسه اللي بيحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد. يبقى أبويا بيحكم وبيحكم على عمل كل واحد، مع أنه أبويا، لكن ما ينفعش ما يبقاش عادل، ما ينفعش يجاملني، لا، هو وطول ما أنا عايز يعني بيستحمل مني وبيستر عليا وبيغطيني وبيسامح وبيشيل أول بأول كل ما أقول له سامح، لكن مكمل في الغلط وبقول ان انا ما بغلطش وبكابر، لا، هو يحكم بغير محاباة. فسيروا زمان غربتكم بخوف. يبقى النتيجة الطبيعية ايه؟ لان خاف من الدينونة، لان في دينونة والدينونة تخوف. طبعا العالم النهاردة ينقصه خوف الله. انا بعيد وزيد واقول التوبة هي الحل، لا الفلسفة ولا علم النفس ولا مجاملة الناس ولا موافقة الناس ولا إرضاء الناس ولا تشجيع الناس. التوبة هي الحل. إحنا بنكمل اللي ابتدوه الأنبياء والرسل وكل القديسين: توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماء. دي رسالة أي خادم، توبوا. ليه؟ لأن المسيح حلو وطيب ورحمته واسعة والتوبة هتغطي على كل حاجة. هلما نتحاجج إن كانت خطاياكم كالقرمز، يعني أسوأ خطايا تبيض، يبقى ليه حل برضو عند ربنا. يقول: قد غفرت خطاياها الكثيرة. ده بيتكلم عن واحدة عاشت في الزنا فترة، بيقول غفرت خطاياها الكثيرة لأنها عاشت قصة توبة، قصة حب، حبت ربنا وتعبت شالت كل الخطايا. قديس يوحنا بقى الفولت بتاعه كان أعلى مننا، يعني إيه الكلام بتاعه كان أشد. ليه؟ بيقول: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ هو أنا لما غلوش على الحقيقة وجمل الصورة وأقول الغلط مش غلط، أنا كده لغيت الغضب الآتي؟ لا، ده أنا أجلت، ده أنا غمضت عيني عنه، ده هو جاي جاي. يبقى هنا كان بيقول للفريسين كده: أنتم مش عاوزين تتوبوا ليه؟ مين اللي قال لكم سكة تزوغوا من الغضب الآتي؟ ملهاش حل انك تطلع من الغضب الآتي الا الايمان والتوبة. اصنعوا اسمارا تليق بالتوبة. يبقى فكرة ان في غضب، في غضب آتي، قبلوا الناس او ما قبلوهوش. المبتدعين يقول لك ربنا ما بيغضبش على حد، ربنا بيسامح بس، ربنا ما بيأدبش ولا بيعاقبش ولا قول زي ما تقول، بس من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ يا حبيبي أنا وإنت مدعوين للتوب، تعالى كل واحد يتوب عشان نحمي نفسنا من النهاية. وكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا، يعني التوب وتتظبط عشان تطلع ثمر مظبوط، هتقطع وتلقى في النهر. يبقى في حساب في الآخر. الخوف من الدينونة تعليم كتابي وتعليم أبائي وتعليم كنسي مستقر في الكنيسة. يعني إيه؟ لازم نخاف من الدينونة ونخاف من الحساب، لازم. وأكتر ناس مستمتعة بحب ربنا عندهم خوف مقدس من الدينونة، ما تلغتش الحساب في ضميرهم أبدا. فلنخف، قديس بولس اللي بيقول الكلام ده، مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته
يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. يبقى في ناس ما وصلتش للوعد رغم إيمانهم ورغم أنهم دخلوا الكنيسة، لكن ممكن ما يوصلوش، لازم نخاف. هذه الأمور جميعها أصابتهم، كان بيحكي عن الشعب اللي تعمد، اللي آمن بموسى، اللي مشي وراه، اللي عاش خبرة المن، دول اتعمدوا وتناولوا في لغة العهد القديم وبعدين هلكوا. يبقى كتبت لإنذارنا، يبقى في إنذار. ما ينفعش تقول ما فيش خطية، قول لا أنا محتاج توبة، عندي خطايا ومحتاج توبة، وفي عقاب وحساب في الآخر. أريكم ممن تخافوا، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خاف. يبقى احنا بنخاف ربنا، الفكرة دي مش هتتلغي، بنخافه، وده ما بيلغيش خالص ان احنا بنحبه. يسوع ابن السيراخ بسطها وقال خوف الله أول محبته. في العلاقات الإنسانية الرأية، أنا بخاف تزعل لأني بحبك، بخاف أبعد عنك لأني ما أقدرش أعيش من غيرك. إذا في كلمة خوف وحب، مش أعداء ولا حاجة يعني. هل هناك حساب؟ نعم هناك حساب. هل هناك دينونة؟ نعم. هل هناك عقاب للأشرار؟ نعم. هل جهنم حقيقية؟ نعم حقيقية. هل هناك عذاب أبدي؟ هناك عذاب أبدي. هل نبشر بالعذاب؟ حاشا، نبشر برحمة ربنا، نبشر بطيبته، نبشر بصليبه، نبشر بدمه، نبشر بملكوت ينتظرنا. كل ده مدخله ايه؟ توبوا. بس الموضوع بسيط، احنا مش قاعدين نبشر نتكلم انا كم وعظة وعظت عن العذاب، لا، احنا بنبشر بربنا الطيب الحنين اللي تتمتع بيه. لكن وانت بتتمتع بيه جواك خوف، تفقد أبديتك، فخايف من كل كلمة بتقولها، من كل فكرة بتعدي عليك، من كل ساعة ضايعة في حياتك. وهذا الخوف ضروري لخلاصك. لإلهنا كل مجد وكرم.